ان باسيوني نتاع جيمنج. منين بدا باش يخلط اليوم يولي واحد من اشهر لي جيمرز بروفيسيونيل. اليوم في التسعة تريندينغ باي اوريدو شيل ويذ خليل عاشوري اي كي اي فيفوريت. الاتحاد الاوروبي يوافق على صفقه شراء اكتيفيجن بليزارد من مايكروسوفت. اكس ار او اس الاسم الرسمي نتاع الاو اس نتاع الكاسك نتاع شركه ابل. الاربعاء 17 ماي 2023، اهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناه التسعه في موعد جديد مع التسعه تريندينغ باي اوريدو، رونديفو مع الماجازين اليوميه لاخبار الديجيتال والكولتور جيك اللي تقعوا بشكل يومي مع ميزاجور لابرز الاخبار هذه. وين ما كنتوا ديما تكونوا اجور بارابور جون فما في عالم الديجيتال، عالم اللي يتحرك ياسر مع دي كونفرنس تعداو دي كونفرنس جايين مع احداث اللي قاعده تاثر تاثير مباشر في التكنولوجيا، كيما مثلا الكاسك نتاع رياليتي ميكست متاع شركة أبل المنتظرة نهار 5 جوان في الكونفرنس الافتتاحية متاع WWDC واللي بش أحكيه لكم على لويس متاعها بعد شوية، كما موعدنا مع واحد من أبرز لجيمرز اليوم في تونس، ولا كما موعدنا في آخر الحلقة مع اون باس سبيسيال ستريمينج مع أبرز السيريات المنتظرة وأخبار جديدة فيما يخص ديزني بلاس. أقعدوا معنا موعدنا مع التسعة تريندينغ باي أريدو مليان بالأخبار كالعادة، ويبدأ زادة برقم اليوم. رقمنا اليوم يجي مع data.ai اللي قال انه الاكونومي نتاع لي زابليكاسيون موبيل في اول العام هذايا وصلت لل 500 مليار دولار، رقم كبير ياسر، ورينا قداش المستعملين نتاع لي سمارت فون قاعدين يصرفوا على لي زابليكاسيون، قداش قاعدين يصرفوا على لي ريزو سوسيو. في وسط ال 500 مليار دولار 67% ماشيه للبوبليسيتي اساسا على تيك توك وعلى انستغرام، و 33% ماشيه للاشا نتاع لي زابليكاسيون. نوعدوكم انا باش نرجعوا باكثر التفاصيل بالنسبة للرابور هذية غدوة في التسعة تريندينغ باي أريدو. توا نمشيو في خطوة أخرى مع بقية الأخبار، هذه التسعة تريندينغ باي أريدو. شركة أبل اليوم سجلت اسم XROS. XROS هو الاسم متاع السيستم ديكسبلوتاسيون اللي باش يخدم به الكاسك متاع شركة أبل اللي من المنتظر انه نعرفوا كل التفاصيل متاعه في WWDC خلال ايامات قليلة، نهار 5 جوان 2023 باش يتم الاعلان على الكاسك هذا حسب تقارير الصحافية الاخرانية. دونك الاسم XROS هو الاسم متاع السيستم ديكسبلوتاسيون كيما الاي او اس والا الايباد او اس، بقى الاسم متاع الكاسك. بقية التفاصيل كانت خرجت من قبل على بلومبرغ، لحد الآن فما برشا كلام على الكاسك هذا واللي برشا يقولوا انها باش تعطي دفعه كبيره ياسر للاندستري نتاع لي كاسك نتاع رياليتي فيرتوال ورياليتي ميكست اللي تعرف في ازمه كبيره ياسر من اشهر. تقارير صحفية تأكد أن شركة سامسونج بستعمل الإيفينمون متاعها الخاص بالسمارت فون بليابل متاعها للإعلان على الجالكسي زي فولد 5 والجالكسي زي فليب 5. الأمباكت الثاني بتاع سامسونج بش يكون نهار 25 جويلية. كنا قلناكم منذ أيامات أنه فما أخبار تقول أنه سامسونج بش تبدل الدات متاع الإعلان على الجام متاع السمارت فون بليابل متاعها. عادة مستنسين في السنوات اللي فاتت هما والجالكسي نوت كانوا الإعلان عليهم يكون في شهر أوت، لكن المرة هذه تبدلت الأمور بما أنه التقارير تأكد أنه سامسونج باش تعلن على اللي دو سمارتفون هذوما، مع بعض الأخبار اللي تقول زادة حتى أنه فما أن سمارتفون بليابل جديد عند سامسونج باش يكون الإعلان نهار 25 جويلية، واللونسمون أوفيسيال أبارتير من 11 أوت 2023. لحد الآن هذه هي الأخبار اللي خرج على دو سمارتفون منتظرين مش واحد ومكا، وخاطر سيف السنه باش يكون مليان بلي سمارتفون بليابل. منذ أيامات شركة جوجل كانت أعلنت على البيكسل فولد أول سمارتفون بليابل لها، ونجم نقول أنه هذا هو أول تليفون في الصيفية هذه، على خاطر في ظرف أسابيع باش يكون عندنا الموعد مع السمارتفون متاع شركة سامسونج. شاومي زادة من المنتظر أنها تعلن على المي فولد الجديد متاعها في أوت القادم، فما برشا شركات ناوية أنها تلانسي السمارتفون بليابل متاعها في الصيف في محاولة منها أنها تنافس سامسونج. هذاك علاش شركة سامسونج قررت أنها تبدل الدات وتبدل زادة المكان متاع الكونفرنس متاعها الأمباكت سناب، باش يصير في سيول في كوريا الجنوبية ومش باش يصير في أمريكا كيف ما استنسنا من قبل.
خطوة مفاجئة مع شركة أوبو اللي قامت بإغلاق ديفيزيون بتاعها الخاصة بالديفلوبمون بتاع لي بروسيسور. من قبل شركة أوبو حكيت برشا على الاستراتيجية بتاعها لتطوير الماري سيليكون إكس والماري سيليكون واي والخاصة بالأوديو. ان توكا الشركة أعلنت أنها سكرت ديفيزيون هذية في شنغهاي نظرا لحسب ما قالت هي عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاندستري بتاع السمارت فون على المستوى العالمي. أوبو اللي عندها برشا مشاكل في أوروبا منها إيقاف المبيعات متاع تليفونات, حتى السيت ويب متاعها تم إغلاقه في ألمانيا, مع بعض الأخبار اللي تقول أنه نظرا لمشكلة متاع باتونت مع شركة نوكيا القرار هذا باش يجبر أوبو زادة أنها توقف المبيعات متاع السمارتفون متاعها في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى. الحدث في آخر الجمعة اللي فاتت هو إعلان إيلون ماسك على تعيين ليندا ياكارينو كمديرة تنفيذية لتويتر. الخبر هذا كنا ننتظر فيه منذ أسابيع, وقت أعلن إيلون ماسك أنه مش بشي يكمل كمدير تنفيذي للريزو سوسيال اللي استحوذ عليه منذ أكتوبر 2022. ليندا ياكارينو معروفة بخدمتها على الإشهار في NBC Universal لمدة 10 سنوات. مؤخرا كانت حاضرة في كونفرنس اللي كانت المديراتريس متاحة وقامت باستجواب إيلون ماسك. من وقتها دا إيلون ماسك يخمم أكثر في ياكارينو كمديرة تنفيذية لتويتر. إيلون ماسك قال إنه ياكارينو باش تركز أكثر على الأمور المالية بالنسبة للشركة, بالنسبة للسيرفيس الجدد والديفلوبمون بتاعهم باش تقعد مهمة إيلون ماسك. الاتحاد الأوروبي أعطى الضوء الأخضر متاعو لشركة مايكروسوفت وصفقة شراء أكتيفيجن بليزارد, صفقة تقدر ب 68.7 مليار دولار. خلينا نبدأ واضحين, هذه الصفقة عندها أشرة وهي متعطلة. هي الصفقة اللي من خلالها شركة مايكروسوفت باش تكون عندها استوديو كبير ياسر, عنده كتالوج ضخم متاع دي جو من بيناتهم كول اوف ديوتي. وقت تم الإعلان على الصفقة هذه من 2022 كانت فما قضايا تم رفعها مع عند شركة سوني وشركة جوجل. بمقتضى القضايا هذه كان فما محاولات لمنع اتمام الصفقة هذه, ذاك علاش كان فما برشا تأخير ودراسة للصفقة هذه. الهيئة التعديلية في بريطانيا رفضت الصفقة هذه. الاتحاد الأوروبي اعطى الضوء الأخضر متاعو البارح. دونك بالنسبة لميكروسوفت تسمى خطوة باهية دعما للملف هذه, في انتظار ان نشوفوا كيف بتمشي الأمور مع بريطانيا. ميكروسوفت حاولت انها تدخل في مفاوضات مع شركة سوني ونينتندو وغيرهم, واعطتهم ضمانات ما بيناتهم كونتراتهم تاع 10 سنين انه كول اوف ديوتي تخرج فرد وقت على اكس بوكس وعلى نينتندو وعلى بلاي ستيشن. لكن سوني رفضت, نينتندو قبلت بالعرض. دونك القرار هذايا ما هو الا دعم جديد للصفقه نتاع شركه مايكروسوفت, لكن مازلنا ما نعرفوش هل ما اذا الصفقه باش يتم اتمامها بصفه رسميه ولا لا قدام الامتناع نتاع الهيئه التعديليه في بريطانيا. موعدنا مع الجيمينج مازال متواصل, بعد شوية بشحكيو على جيمير تونسي خليل عاشوري AKA فيفورت, بعد شوية يحكينا على الباسيون بتاعو منين بدأ وكيفاش وصل اليوم بشي يولي واحد من أبرز الجيمرز في تونس. نرجعوكم بعد شوية, تسعة تريندينج باي أريدو مازالت متواصلة.